نواصل الحديث عن ردود الأفعال الدولية بشأن تنظيم مصر مؤتمر المناخ كوب 27، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ جميل. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير على السادة المشاهدين. أستاذ جميل، إزاي تابعت ردود الفعل الدولية بشأن تنظيم مصر مؤتمر المناخ؟ هو أنا عايز أقول كلمة واحدة بسيطة، إن مصر أبهرت العالم ككل. اللي إحنا لو نرجع بالزمن لتسع سنين فاتت للخلف هنجد الصورة الذهنية عند العالم كله وعند كل القيادات اللي في العالم عن مصر كانت في حالة فوضى، كانت في حالة عدم استقرار. لكن بعد تسع سنين قدرت الدولة المصرية إنها تجمع 196 دولة حول العالم كلها، وتتواجد في أرض شرم الشيخ أرض السلام أكثر من 90 ممثل للدولة، الدول حول العالم، رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء، كل دول كانوا موجودين على أرض سيناء مدينة شرم الشيخ. طبعا إبهار للعالم كله وإبهار الدولة المصرية قدرت تعمله على أرض سيناء، إنها تجمع كل هؤلاء الزعماء على أرض مصر، والإشادات الكبيرة اللي تمت من قيادات العالم كلهم، من الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة وكافة المشاركين في هذا المؤتمر على التنظيم الرائع وقدرة الدولة المصرية على قيادة العالم في مجال التغير المناخي. كل ده أبهر العالم من خلال الوجود على أرض مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، وأيضا على الجانب الآخر المبادرات المصرية اللي تم تقديمها، وأيضا التقدم المصري الواضح في مجال التغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن مصر أصبحت مركزا في الشرق الأوسط للطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى وتعمل بكل جهدها من أجل مكافحة التغيرات المناخية ووضع حلول لهذه الأزمة العالمية الكبيرة، وأن مصر أيضا أصبحت مركزا في الشرق الأوسط للهيدروجين الأخضر ولطاقة الرياح والطاقة الشمسية وخلاف كل ده. الدولة المصرية قدرت أن هي تبهر العالم وتوضح أمام العالم الخطوات الإيجابية اللي بتسعى إليها، وأيضا بتسعى الدولة المصرية إنها ترفع المعاناة عن الدول الأكثر تضررا من جراء التغيرات المناخية، وخاصة القارة الأفريقية. مصر أصبحت دلوقتي هي التي تتحدث بلسان القارة الأفريقية، تطالب الدول الكبرى إنها تلتزم بتعهداتها تجاه القارة الأفريقية. احنا شايفين المساعدات اللي بتقدمها مصر للقارة الأفريقية، وبتسعى إلى نقل خبراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تلك الدول اللي هي زي ما قلنا إن هي أقل دول بيخرج منها انبعاثات حرارية، ولكن هي على الجانب الآخر أكثر الدول تضررا. إذا مصر أصبحت مركز للطاقة والاقتصاد الأخضر في المنطقة، وعلى الجانب الآخر بتطالب العالم أو دول العالم إنها تنفذ تعهداتها، وهو ده اللي شفناه خلال القمة اللي استمرت على مدى أسبوعين، والتجاوب العالمي أيضا للمبادرات المصرية اللي تمت. كل ده دليل على ثقة العالم في الدولة المصرية. مبادرات ربما حتى يعني مصر كانت أول من يلفت الانتباه ليها، زي مخلفات في أفريقيا. لكن إيه الفرص الواعدة اللي بتنتظر الاقتصاد المصري بعد هذه القمة أستاذ جميل؟ الفرص الواعدة اللي بتنتظر الاقتصاد المصري، احنا شفنا الاتجاه مصر للهيدروجين الأخضر، وأصبحت زي ما قلت لحضرتك هي المركز الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي للاقتصاد الأخضر، وهي للهيدروجين الأخضر، وإن هي هتبتدي تصدر الهيدروجين الأخضر. احنا عندنا طبعا إمكانية كبيرة لإنتاجه، لأنه احنا عندنا الطاقة الشمسية بتنتج الكهرباء، فهو مطلوب بس ليه الكهرباء علشان نقدر ننتج الهيدروجين الأخضر. بالضبط، احنا عندنا الطاقة الرياح والطاقة الشمسية. طب الرياح، احنا عندنا أكبر منطقة لطاقة الرياح اللي هي موجودة في جبل الزيت،
وأيضا أكبر منطقة فيها طاقة شمسية اللي هي منطقة بنبان في مدينة أسوان اللي هي بتنتج طبعا الكهرباء، وإحنا محتاجين الكهرباء في الهيدروجين الأخضر وده طبعا أصبح موجود من الطبيعة. حتى كهرباء ومية طبعا هو ده المكونات المطلوبة ليه بالضبط، فالكهرباء موجودة والمية موجودة، وقدرنا في قدرة الدولة المصرية أن هي حتى تمضي اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى أن إحنا هتنتج الهيدروجين الأخضر في منطقة في قناة السويس من أجل تزويد السفن بالهيدروجين الأخضر. طبعا تصدير الهيدروجين الأخضر ده اللي بتسعى إليه الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، وده طبعا بالطبع هيعود بالنفع بشكل كبير على الدولة المصرية من خلال موازين الطاقة كلها هتختلف خلال الفترة اللي جاية على مستوى العالم. بالضبط على مستوى العالم والدول اللي هي تمتلك القدرة وتمتلك الطاقة النظيفة أو المتجددة دي، يعني أكيد اقتصادها بالتأكيد هيستفيد تماما من ده. بالضبط، هو الاقتصاد القادم أو الطاقة الجديدة هي اللي هتبقى قادمة، وهي اللي هتقدر الدولة زي ما بقول لحضرتك القادرة على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة هي اللي هيكون ليها دور على مستوى العالم. وأعتقد أن مصر تمتلك ذلك، تمتلك الطاقة من الطبيعة زي الشمس، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأيضا الهيدروجين الأخضر اللي مصر بإذن الله هتبقى رائدة في هذا المجال إن شاء الله. عايز أتوقف عند محطة أخرى أستاذ جميل مع حضرتك، وهي دعوة سيادة الرئيس لوقف الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية. إزاي رصدت ده، وكيف كانت ردود أفعال العالم لأي حد اتفقوا معاه في هذه الدعوة؟ طبعا دي مبادرة مهمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محدش من زعماء العالم كله تحدث على هذه المبادرة من قبل، لكن الرئيس أمام في افتتاح المؤتمر طالب العالم كله وطالب أن مصر يكون لها دور مهم في هذه المبادرة. احنا عارفين طبعا ان الحرب الروسية الاوكرانية هي اثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم ككل طبعا، وخاصة الدول الاكثر تضررا هي دول العالم فقامت من ازمة المناخ. وبالطبع فقامت من ازمة المناخ بشكل كبير. اذا المبادرة من أهم المبادرات اللي تم طرحها، وهناك أيضا تقبل كبير من أغلب أو كل دول العالم في هذا الإطار، من بينها روسيا ومن بينها أيضا أوكرانيا طرفي الصراع، وأغلب دول العالم طبعا بالطبع استجابت لهذه الدعوة ونظروا إليها على أساس أنها يجب أن يتم تفعيلها بشكل كبير، لأن طول مدى أمد هذه الحرب هيأثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم، هيأثر بشكل كبير على الطاقة في العالم ككل، هيأثر على بالطبع التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم في الوقت الحالي. مبادرة مهمة جدا، وأعتقد أن البداية هتبقى في احتضان القاهرة للمباحثات الأمريكية الروسية ستارت نيو ستارت اللي هتعقد وتم الإعلان عنها، هتعقد في القاهرة من أجل خفض الرؤوس النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وده مبشر أو بشرة خير في هذا الإطار الجلوس على مائدة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينها أيضا وضع حد لهذه الأزمة العالمية اللي هي الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن الجميل طبعا أنه مصر هي التي قادت هذه المبادرة. الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.